أهلا بكم معنا من جديد. أكثر ما يقلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أحاديثه الإعلامية مؤخرا هو موت أوروبا بسبب تنامي الأعداء الداخليين والخارجيين للقارة العجوز وارتدادات ذلك على تفككها أمنيا وسياسيا. فقائمة القضايا التي تؤرق ماكرون للدرجة التي جعلته يحذر من نهاية أوروبا للمرة الثانية خلال ما يزيد عن الشهر تشمل الحرب الأوكرانية، إضافة إلى التحديات الاقتصادية المرتبطة بإزالة الكربون من الاقتصاد وتزايد شعبية الأحزاب القومية. نحن في لحظة فارقة، لأننا لم نشهد في السابق هذا القدر من العداوات في الداخل كما في الخارج، وأظن أن أوروبا التي تجمعنا تعيش وضعا وصفته قبل أسابيع بالمشكلة الوجودية، لأنني أعتقد فعلا أن أوروبا التي نعرفها يمكن أن تموت. تحذير سبق انتخابات البرلمان الأوروبي لنحو أسبوعين، والتي تظهر استطلاعات الرأي فيها أن ائتلاف ماكرون متخلف بشكل كبير عن اليمين المتشدد، وقد يواجه صعوبة في بلوغ المركز الثالث، وهو أمر سيشكل مصدر إحراج كبير للرئيس الفرنسي. وفي مواجهة هذه التهديدات ورأب الصدع داخل القارة الأوروبية، سافر ماكرون إلى ألمانيا في أول زيارة دولة منذ 24 عاما لرئيس فرنسي، مدفوع بمسعاه في إقناع برلين باستقلال استراتيجي أوروبي أقل اعتمادا على الولايات المتحدة وتغيير رأيها في مسألة دعم أوكرانيا العسكري ضد روسيا. لكن مجموعة أوراسيا لتحليل المخاطر قللت من أهمية الزيارة في احتواء الخلافات داخل القارة الأوروبية، وقالت إن العلاقات بين فرنسا وألمانيا ما زالت محرجة وتميل إلى العدائية والتقدم في المسائل الكبرى. هذا التقدم سيكون ضئيلا وفقا لها، ما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيارة ستنجح في تهدئة أو تهدئة مخاوف ماكرون على مستقبل القارة الأوروبية، وكيف سيبدو النموذج الجديد لأوروبا أمام قائمة من التهديدات والمخاوف. إذن للنقاش حول هذا الموضوع نرحب الآن بضيفينا مباشرة. أولا من باريس نرحب بضيفنا مباشرة السيد محمد كمات، عضو المجلس الوطني لحزب الجمهوريين في فرنسا. ومن برلين مباشرة نرحب السيد مصطفى العمار، خبير الأمن الدولي وعضو مجلس الأمن القومي في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني. أهلا بكما معنا في المشهد الليلة. أبدأ معك سيد محمد كمات هنا فيما يتعلق بتصريح ماكرون الأخير، وعلى ما يبدو هو للمرة الثانية، يعني هو يقول أن أوروبا قد تموت ويؤكد على ذلك، يعني فهل أوروبا فعلا في خطر الموت، وما الذي يقصده ماكرون بالتحديد هنا؟ نعم، تحية للمشاهدين، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. فقط للتصحيح، محمد كومات. بالنسبة لزيارة إيمانويل ماكرون حاليا لألمانيا، هذه الزيارة تأتي طبعا في خلفية الانتخابات البرلمان الأوروبي المجمع إقامتها يوم 9 جوان المقبل، وبالتالي هناك خطر كبير بطبيعة الحال لليمين المتطرف الذي يتصاعد في كل البلاد الأوروبية بصفة عامة، خصوصا في البلدان التي لم يحكمها من بعد، ولذلك فهو ما زال يستقطب. بالتحديد بطبيعة الحال في ألمانيا هناك الـAfD الذي تعطيه مؤشرات استطلاعات الرأي أنه سيفوز بمقاعد كبرى. أيضا نفس الشيء بالنسبة لحزب التجمع الوطني في فرنسا بزعيمته ماري لوبان، التي تحظى تقريبا بأكثر من 30% من استطلاعات الرأي، وأنه حزبه هو باقي الأحزاب يعني التقليدية يعني باتت في موقف حرج. هناك أيضا خلافات بين ماكرون وأولاف شولز بخصوص عدة مواضيع، أهمها الموضوع المتخصص أو أهمها مسألة المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية، بحيث أن ماكرون يرى أنه يمكن أنه أن يرسل جنود فرنسيين إلى داخل الميدان، بينما ألمانيا ترى أن الأمر مستحيل وأنه يجب فقط يعني دعم أوكرانيا عن طريق التزويد بالأسلحة. أيضا هناك خلاف أيضا حول العلاقات الصينية مع الاتحاد الأوروبي، خصوصا في موضوع الجمارك والسيارات الكهربائية، لأن أوروبا حاليا الاتحاد الأوروبي صوت بالإجماع أنه ابتداء من سنة 2000 ولكن عذر على المقاطعة، يعني السؤال هنا هل هذه المسائل هي التي تمثل خطر الموت لأوروبا هنا؟ لا بالضبط بطبيعة الحال، لكن خطر الموت هو يتجلى في شيئا،
هناك الهيمنة الصينية الأمريكية التي تهيمن اقتصاديا وسياسيا يعني على العالم بأكمله، وهنا يتجلى ضعف الاتحاد الأوروبي على مستوى السياسة المركزية بصفة عامة وأيضا على طيب اسمح لي بالانتقال للسيد مصطفى العمار للتعليق وأعود إليك بعض اللحظات. إذن السيد مصطفى العمار، هنا ضيفنا السيد محمد كومات من باريس يقول أن من بين الأسباب ربما أو التي ستؤدي إلى موت أوروبا حسب كلامه، ومن بين الأسباب التي يتحدث عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هي صعود اليمين المتشدد. يعني هل صعود اليمين يشكل خطرا على أوروبا؟ يعني ما تعليقك على ذلك؟ مساء الخير. طبعا اليمين وحده هو ليس فقط الخطر، الخطر الأكبر أعتقد زيارة السيد ماكرون واليوم خصوصا خطابه أمام كنيسة السيدة العذراء في دريسدن كان خطابا تاريخيا وجدا واضح، وأعطى أيضا دفعة من مثل ما يقولون إلى أيضا أن تعطي أمل للشباب، خصوصا كانت هناك يعني الآلاف من الجموع موجودة، وكانت تركز أن يكون هناك فعلا يكون أن بناء مفهوم سياسة أمنية مستقلة لكنها مشتركة أوروبيا. هذا الذي هو يخشاه ماكرون، ويعول على ألمانيا كثيرا، وألمانيا من تعول على فرنسا كثيرا بأن يكون هناك فعلا أن يكون هناك استقلالية استراتيجية مستقلة أوروبية تخص الدفاع، تخص سياسة الأمن والدفاع، وأن تكون أيضا لكنها لا تمنع بأن تكون هناك أيضا شراكات من داخل الحلف الأطلسي، وأن تكون أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تكون مع الصين وغيرها، لكن ليس كأعداء وإنما أيضا كمنافسين وكشركاء وكحلفاء. لكن هناك أيضا العديد من الأجندات السياسية التي موجودة حاليا في أوروبا، منها تصاعد اليمين المتطرف، منها أيضا على السطح الآن موجودة وهو الخطر الأكبر الذي يهدد أوروبا واستقرار أوروبا الذي هو الحرب الروسية في أوكرانيا. على سبيل المثال أن تهديد روسيا إلى أوكرانيا هو تهديد إلى أوروبا واضح وصريح جدا، لكن للتصدي إلى هذا التهديد تحتاج أوروبا أن تكون تتكاتف، تحتاج إلى استراتيجية واستقلالية واضحة بالدفاع، لكن هذه الأشياء ليس فقط التي يتكلم عنها اليوم السيد ماكرون. وبالتالي ربما عذرا على المقاطعة، فقط للتأكيد على هذه العبارة التي استعملها ماكرون، يعني وهي أن أوروبا قد تموت، يعني هل ترى فيها مبالغة ربما هذه العبارة؟ ليس مبالغة لكن هذه الحقيقة، يجب أن نتكلم هنا بالرياليزم بالواقعية أكثر من المثالية، لأن تقريبا قصة الديمقراطية والازدهار وما حصلت يجب أن لا تكون هي عبارة عن قصة وهمية وإنما يجب أن تستمر، لكن ما حصل في الماضي الاعتماد فقط على الحلفاء والشركاء هذه تقريبا عفى عنها الزمن، يجب أن تكون هناك فعلا خطط جديدة واستراتيجية للأجيال القادمة، يجب أن يفكرون باستقلالية، يجب أن يكون هناك فعلا التركيز على أوروبا، على وحدة أوروبا حتى يكون نعم. اسمح لي من جديد عذرا على المقاطعة، اسمح لي من جديد بالعودة لسيد محمد كومات للتعليق ومواصلة التفاعل. السيد محمد كومات، يعني سيد مصطفى العمار قال حتى من بين النقاط التي أشار إليها هي أن الديمقراطية على ما يبدو هي بنفسها في أزمة، يعني فهل يجب تغيير مفهوم الديمقراطية وتحديثه بطريقة ما؟ يعني هل مفهوم الديمقراطية الأوروبية في مشكلة حاليا؟ مشكلة الديمقراطية الأوروبية حاليا هو أنه أصبحت لا تتماشى نسبيا مع التقدم الاقتصادي والتكنولوجي مقارنة مع الصين والولايات المتحدة الأمريكية. نرى مثلا كمثال الصين اللي ليست بدولة ديمقراطية لكن في نفس الوقت متقدمة يعني بعشرات سنوات عن أوروبا على مستوى التكنولوجي والاقتصادي، وهنا تحدث مثلا عن السيارات الكهربائية، خصوصا أن أوروبا الآن صوتت بالإجماع على أنه ستمنع جميع السيارات ذات المحركات الحرارية ابتداء من سنة 2035، وأنه المشكلة أن الصين هي المنتج الأول في العالم للبطاريات الكهربائية ولهذه التكنولوجيا، وأنه أصبحت أوروبا يعني هي يعني ك يعني محتججة في يعني لدى الصين على المستوى الاقتصادي. وبالتالي كان أتفق مع يعني الزميل عندما قال أنه يعني إيمانويل ماكرون هو هل يبالغ أم لا، أنا لا أرى أنه يبالغ، يعني هذه هي الحقيقة. أوروبا أصبحت متخلفة في هذه الميادين بالرغم أنها يعني دولة ديمقراطية. أما بالنسبة لي يعني ما قاله إيمانويل ماكرون اليوم، خصوصا أنه خطابه كان يعني في بلدة ينشط فيها اليمين المتطرف يعني بصفة بحدة كبيرة، وهذه رسالة يعني للشباب على مستوى يعني الانتخابات الأوروبية القادمة كي لا يصوتوا لليمين المتطرف، لكن
على مستوى التركيبة يعني البرلمانية المقبلة لن يتغير هناك شيء كبير، بحيث أنه ستبقى يعني الكتلتان الأولى في البرلمان الأوروبي، كتلة PPE التي هي كتلة اليمين التقليدي، وأيضا الكتلة الثانية هي كتلة السوسيو ديمقراطية يعني اليسارية الاشتراكية الديمقراطية، ستبقان يعني هما الكتلتان اللتان يمثلتان القوة الكبرى. اسمح لي بالعودة من جديد للسيد مصطفى العمار مرة أخرى. سيد مصطفى العمار، هنا يعني طبعا طرحت مسألة التبعية للولايات المتحدة الأمريكية، التبعية الأوروبية هنا، يعني هل حان وقت فك الارتباط الأوروبي بالولايات المتحدة؟ وربما السؤال الأهم، هل أوروبا قادرة على حالة الانفصال هذه عن الولايات المتحدة؟ أعتقد ذكرتها قبل قليل وقلت يجب أن يكون هناك، فعلا ما ذكر السيد ماكرون، يجب أن يكون هناك مفهوما أمنيا جديدا مشترك أوروبيا. هذا أيضا يتضمن ضمن إطار على سبيل المثال الثورة الكورنوكية التي هي تقريبا تؤيد أن يكون هناك فعلا مركز مثل ما يقول، التي حصلت هذه الثورة في القرن السادس عشر، بأن تعطي أيضا الأرض هي جزء، هي مركز المجرة، لكن يجب أن يكون أيضا للديمقراطية أن تكون هي مركز للعالم في أوروبا. وهم من هنا يجب أوروبا العمل على نفسها، معناها أن هنا تحفيز الشباب حاليا وأعطاهم أيضا جرعة كبيرة من الأمل حتى يحافظون على الديمقراطية، حتى يبدؤون بالاستقلالية. لكن هذا لا يمنع بأن يكون هنا أيضا التعاون مع الحلفاء سواء كان لا أدري إن كنت فهمت بشكل صحيح، ولكن هل تقصد أن ربما تتحول القيادة الدولية إلى أوروبا بدلا من الولايات المتحدة؟ هل هذا ما تقصده، أو العالم الحر ربما أو الديمقراطي؟ العالم الحر والديمقراطي، أوروبا دائما تركز على الديمقراطية، تركز يجب أن يكون مثل ما ذكرت، يجب أن تبقى هذه أوروبا قصة الازدهار والديمقراطية والمساواة، يجب أن تكون هي هذه فعلا الشعلة اللي موجودة هنا في العالم. لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك فعلا لدينا علاقات مع الحلفاء مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ليس باعتماد كلي، وإنما أيضا الاستقلالية في اتخاذ القرارات وخصوصا أمنية، حتى لا نكون هنا رهان إلى الإدارات الأمريكية المتنوعة والمتقلبة. أعود إليك سيد محمد كومات على حول نفس الموضوع، يعني إلى أي مدى أوروبا يعني قادرة على فك الارتباط بالولايات المتحدة الآن في هذا المفهوم؟ حاليا على المستوى الاقتصادي والعسكري لا يمكن أن تفك الارتباط بالولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا مرتبطة على المستوى العسكري بحلف الناتو، خصوصا مع الخطر الروسي الموجود حاليا مع الحرب الأوكرانية. وأيضا أوروبا لا تمتلك وحدها تسانة عسكرية قوية جدا بإمكانها مجابهة روسيا أو الصين يعني على المدى البعيد. أوروبا دائما ستبقى مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، ففقط المسألة المهمة التي أريد أن أقولها أن الاتحاد الأوروبي تقريبا 80% من سياسة الاتحاد الأوروبي هي ألمانيا وفرنسا هي التي تأخذ يعني القرار على مستوى أوروبا. دول أوروبا الشرقية والدول الأخرى هي فقط يعني هي متبوعة نسبيا لفرنسا وألمانيا على مستوى القرار. أوروبا حاليا لا تمتلك استراتيجية اقتصادية ولا عسكرية منسجمة تسمح لها بأن تكون قوة يعني تجابه الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وصلت الفكرة، نشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا في هذا النقاش من باريس، سيد محمد كومات عضو المجلس الوطني لحزب الجمهوريين في فرنسا، ونشكرك أيضا جزيل الشكر على المشاركة معنا من برلين سيد مصطفى العمار خبير والأمن الدولي وعضو مجلس الأمن القومي في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني.